اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقيه، وهيكون مائل للحراره على السواحل الغربيه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد ولحد القاهره الكبرى ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل مع دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. بداية عايزين حضرتك تطمنينا أكتر على حالة طقس اليوم، وهل الارتفاعات اللي هتشهدها البلاد بداية من يوم الأحد هتكون ارتفاعات ملموسة؟ خلينا نقول إن اليوم بالفعل إحنا بنشهد أجواء رباعية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، درجات الحرارة بتكون حول المعدلات الطبيعية اللي دايما متعودين عليها في مثل هذا الوقت من العام. بنتأثر كمان بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يمكن ده يساعدنا أكتر على إحساس بالأجواء الربيعية. أجواء خلال فترة النهار إحساسنا بها يكون حر خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء. الطقس أيضا هيكون مائل للحرارة على سواحلنا الشمالية، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط. أيضا هيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد زي طبعا الأقصر وأسوان خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل أجواء مستقرة تماما، ومع غياب أشعة الشمس طبعا درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ. الأجواء لطيفة تماما، ممتعة تماما خلال فترات الليل على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، أجواء لطيفة معتدلة على جنوب البلاد. بالإضافة كمان إن اليوم تكونت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. هي شبورة مائية خفيفة ما أثرتش على حركة المرور، أثرت بانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية وتلاشت فور سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا مع الساعة 6 صباحا بدأت الرؤية تتحسن على أغلب الطرق وتلاشت مع الشبورة المائية. بالإضافة كمان إن اليوم متوقع نشاط نسبي للرياح، ده هيساعدنا أكتر على الإحساس بالأجواء الربيعية المستقرة. ابتداء من غدا هتبدا درجات الحراره تدريجيا ترتفع، يعني احنا اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، غدا متوقع تكون 35 درجه مئويه، على مدار باقي ايام الاسبوع هتكون 36 درجه مئويه، يعني ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي درجتين عن اليوم، ان شاء الله مش هيكون ملحوظ بالشكل الكبير اللي شاهدناه بدايه هذا الاسبوع. مع نهايات الاسبوع هتوصل ل 37 درجه مئويه، يعني احنا متوسط درجات الحراره ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه على مدار الاسبوع المقبل ان شاء الله، تظل معها الاجواء حاره فتره النهار معتدله الى لطيفه خلال فترات الليل. طب وايه ابرز الظواهر الجويه دكتور اللي هتكون موجوده الايام اللي جايه؟ يمكن هو النشاط النسبي للرياح واللي تحديدا بنحس بيه خلال فترات المساء، دي ابرز ظاهره هنلاحظها خلال الايام القادمه، وده اللي هيساعدنا اكتر على الاحساس بالاجواء المعتدله اللطيفه. بالاضافه كمان طبعا الشبوره المائيه اللي دايما بنلاحظها في الصباح الباكر، لكنها دايما شبوره مائيه خفيفه، هي دايما الشبوره اللي متعودين عليها في فصل الربيع وبدايه فصل الصيف، هي بتبقى شبوره مائيه خفيفه الحمد لله مش بتاثر على حركه المرور. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة، والبداية كالعادة هتكون من القاهرة اللي سجلت العظمى فيها 34 والصغرى 21، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى بتسجل 20، سيوة العظمى 36 والصغرى 19، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 21، دمياط العظمى 30 والصغرى بتسجل 21، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى بتسجل 20، والسويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 20. هنروح للعريش العظمى فيها 30 والصغرى 19، طابق العظمى 35 والصغرى بتسجل 22، سان كاترين العظمى 30 والصغرى بتسجل 14، شرم الشيخ العظمى بتسجل 36 والصغرى 25، الغردقة العظمى 35 والصغرى 24، الفيوم العظمى 36 والصغرى 22، بني سويف العظمى 36 والصغرى 21، المنيا العظمى 36 والصغرى بتسجل 21.
هنروح لأسيوط العظمى فيها 37 والصغرى بتسجل 22، سوهاج العظمى 38 والصغرى 24، قنا العظمى 39 والصغرى بتسجل 25، الأقصر العظمى 39 والصغرى 24، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهاردة وهي 40 والصغرى فيها هتسجل 25، الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 26، شلاتين العظمى كمان 36 والصغرى 26، حلايب العظمى 31 والصغرى بتسجل 23. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لمصطفى وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. يعني دنيا حر وهتفضل حر. اه بالظبط اجمالا يعني. شكرا لك يا ليندا. شكرا يا مصطفى. شكرا يا ليندا.